ويلكم تو السلفادور. السلفادور على أنها مصنفة كواحدة من أخطر الدول بالعالم، إلا أنها تتميز بشواطئها الحلوة. جولتنا الأولى كانت حق واحدة من المواقع الأثرية لقبائل المايا. في سنة 1976 بمدينة هويا دي سيرين، كان في شركة مقاولات قاعد تشتغل هني، وفجأة الناقلات مالتهم ادعمت حائط. بعدها اتصلوا بالحكومة قالوا لهم ان اكتشفنا شيء. الحكومة استعانت بفريق متخصص من كولورادو، لما يو هني اكتشفوا واحدة من أهم وأعرق المناطق تبع حضارة المايا الموجودة في السلفادور. بسبب ثوران البراكين على مدار أكثر من 2500 سنة، تشكلت عندنا هذه الطبقات، كل طبقة تمثل حقبة معينة. فلما ننزل تحت كلش نكتشف هني كانت المدينة، وكل طبقة نشوفها موجودة هني تمثل حقبة من أنواع البراكين، والبراكين نقدر نقول إيه هي اللي حفظت الآثار هذه، لأن لو المطر نازل عليها والماي كان تأثرت بسهولة، لأن بيوتهم كانت كلها مصنوعة من طين وخشب، فسهلة أنها تتدمر بسبب الماي. الترابط الأسري اللي موجود باللاتينوز مأخوذ من الماينز، لأن الماينز لما يبنون القرى مالتهم كل بيت يبنون يمه بيت ثاني حق عيالهم لما يتزوجون، فيكونون بقرية واحدة كل العائلة موجودة فيها، وكان يتراوح عدد سكان القرية من 100 ل 200 نفر. هذه من نماذج البيوت اللي كانت موجودة هنا. شعوب المايا كانت أحجامهم صغيرة، يعني معدل طولهم حق ريايل يوصل ل 140 سنتي، عشان كذي نشوف بيوتهم جدا صغيرة. هذا واحد من نماذج البيوت، ونشوف الدتشة هذه كانت عبارة عن سرير يحطون عليه الحصير وينامون عليها، وهذه الدائرة اللي بالنص كانت المطبخ المركزي مالهم اللي يغذي أهل القبيلة أو القرية الموجودين فيها كلها. وهذا هنا جزء من القرية، بالنص موجود غرفة السونة. السونة شنو كانت وظيفتها؟ كانوا يدشون داخلها، كانت لنوع من أنواع التعبد، إنه ينظف جسمهم من برا ومن داخل قبل لا يكون عندهم أي مناسبة يحتفلون فيها. وهذه غرفة السونة اللي داخل، طبعا هني داخل هذا يحطون الحجر والماي عشان يبخر المكان. طبعاً مثل ما قلنا إن الماية حجم حجمها جداً صغيرة، فهذه غرفة السونة اللي موجودة هني اللي يحطون داخل الحجر، وعندنا هذه القطعة يسحبونها عشان يبخرون المكان أو يطلع منها الهواء الحار. بعض من هذه البيوت اكتشفوا فيها القطع الأثرية هذه، وكانت تعتبر كمخازن. القرية هذه اللي ساكنينها هذه القبيلة غنية بالمحاصيل الزراعية بسبب وجود النهر هني قريب منها. بسبب التضخم المالي اللي صار في دولة السلفادور، اضطرت الحكومة أنها تتعامل مع عملة أقوى منها اللي هي الدولار الأمريكي، ولكن لأنها العملة أثرت على ذوي الدخل المحدود، فب 2021 قررت الحكومة أنها تكون أول دولة بالعالم تتعامل بعملة البيتكوين. بطبيعة الحال لأنها شيء جديد عليهم، قررت الحكومة أنها توزع 30 دولار حق كل مواطن بعملة البيتكوين. خطت الحكومة هالخطوة كنوع من الاستثمار، تخيلوا انهم بنوا مستشفى كامل من ارباح البيتكوين، وصار مستشفى حكومي مجاني للجميع. يا حلاوتك. دولة السلفادور تشتهر بالبراكين، ما عندهم واحد ولا خمسة ولا عشرة، 107 بركان موجود بس بهالديرة. البراكين هذه ساهمت بشكل كبير بالحياة البيولوجية بهالديرة، يعني عندنا انواع النباتات، التربة السوداء، هذا كله من تخليف البراكين اللي كانت ثايرة بيوم من الأيام. يعني المفروض احنا الحين على قمة البركان، بس الغيم نازل علينا مو مبين ولا شيء.